النهارده هنتكلم عن مشهد من اهم مشاهد فيلم زوجة التانية. الفيلم بطوله سعاد حسني، شكر سرحان، سناء جميل، وصلاح منصور، ومن اخراج صلاح ابو سيف. الفيلم احداثه بتدور في قريه من قرى الريف المصري، وبيسلط الضوء على الظلم الواقع على اهل القريه من العمده الثري صاحب القوه والنفوذ، العمده عتمان. عتمان متجوز حفيظه اللي مش بتخلف، لكن كل هم عتمان انه يجيب ولد علشان يورث ليه منصب العمده، فبيفكر انه يتجوز فاطمه واللي شغاله عندهم في الدار، لكن فاطمه متجوزه من ابو العلا الفلاح الفقير، فبيستخدم عتمان سلطته ونفوذه علشان يجبر ابو العلا انه يطلق فاطمه ويتجوزها هو. وده هياخدنا المشهد من اهم مشاهد السينما المصريه، وهو مشهد اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اصل العمده عاوز يناسبك. يناسبنا ليه؟ في مين؟ في عيشه بنتي؟ فاطمه مراتي. طلقها. اطلقها؟ اتجوز غيرها. البلد مليانه بنات حلوه ومش هتقعد ليله عادي. مهرك وعفشك على حساب. ايه الكلام ده يا عم؟ ليه مش كلام يا ابو العلم، ليه امر شرعي. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اطلق مراتي ليه؟ روعة المشهد بقى بتتمثل بأن فيه الخلطة السحرية الكاملة للاستبداد، وهي السلطة والقوة والنفوذ اللي بيتمثلوا في شخصية العمدة عتمان، والسلطة الدينية اللي بتخدم المستبد وبتطوع الدين لمصلحة الحاكم والمتمثلة في شيخ البلد، وأخيراً المواطن الضعيف الجاهل والمغلوب على أمره وهو أبو العلا. ألف بيه استبداد هي أن المستبد لازم يضم بالبطالة بتاعته بعض رجال الدين اللي بيطوع الدين بشكل عام لخدمة الحاكم، لأن الحاكم أو العمدة عتمان بيسيطر على الجانب المادي للمواطن من خلال سيطرته على كل الموارد المتاحة وبيخليها في خدمته، ولما بيوزع نصيب المواطن بيتم توزيعه من خلاله على أساس أنه هبة منه مش حق من حقوق المواطن اللي بيمثله أبو العلا. فهو كمستبد سيطر على الجانب المادي للمواطن، فبتبقى ليه أنه يسيطر على روح المواطن وقلبه، واللي بيسيطر عليه من خلال الدين ورجاله المقربين للسلطة. لكن اللي يعرفه معظم بطانة الحاكم من رجال الدين أمثال شيخ البلد، ولا يعلم معظم الناس ان تفسير الايه واللي اتفق عليه معظم المفسرين، هو ان اولي الامر المقصود بيهم هم العلماء من اهل العلم والفقه. رزقني الله واياكم نعمه العقل والفكر والتدبر، وحفظكم من كل مستبد ومستغل للدين. سلام.